السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة زي ما احنا شايفين هنقدم في الفيديو ده طريقة نقش كحك العيد. هنقدم نقش كحك العيد بطريقة جميلة. طبعا استخدام المنقاش بيخلي الكحكة شكل جميل، وكمان بيخليها شكلها راقي في التقديم، وكمان لو استخدمت المنقاش بتاعك بطريقة معينة بيخلي شكل الكحكة مختلف عن الشكل العشوائي لاستخدام المنقاش. احنا في الفيديو ده هنقدم كذا طريقة تستخدمي بيها المنقاش، وازاي تنقشي كحك العيد ويبان معاك عند التقديم بصورة جميلة. اتمنى قبل ما نبدأ ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة، ودعمكم لينا باللايك، واللي اول ما بيشرفنا يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. بنقدم سلسلة من الوصفات والحلويات وفيديوهات اخرى متنوعة ومفيدة بإذن الله ستنال اعجابكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هننقش الكحك بتاعنا ازاي. اول شكل هننقشه مع بعض، هنا العجينة انا حضرتها، واللي محتاج مقادير العجينة انا هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف. اول حاجة اللي هو كحك الهلال. النقشة اللي هنشوفها مع بعض ممكن تنقشيها في كحك الهلال او ممكن تنقشيها في الكحك العادي. هي نقشة شكلها جميل، وهي من افضل انواع النقش الكحك العيد. اول حاجة هنعمل الكحك بتاعنا سوا، طبعا هنا لو هنعمل شكل الهلال معانا او ممكن لو هنعمل الكحكاية بتاعتنا اللي هو الشكل المعتاد بتاعها. هنعمل اول خط من النقشة هيبقى خط متوازي، كل الخطوط نحاول نخليها في مستوى واحد، وبعد كده هقلب الكحكة بتاعتي واخلي الخطوط التانية في عكس اتجاهها، وكمان طبعا هنا بتكون على شكل ورقة الشجر. وطبعا لو طبعا في مساحة لسه ما نقشتهاش زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا، هعمل برضو عكس الاتجاه، هعمل الكحكة بتاعتي عكس الاتجاه الناحية التانية، وادي ده شكل الهلال. طبعا هنا لو انتي طبعا عامله حابه تنقشي النقشه ديت في الكحك العادي، اولا لما تيجي تشكلي الكحك بتاعك تحاولي طبعا تخلي الكحكايه كلها في مستوى واحد. يعني اوضح اكتر، يعني هنا ان في الكحكة الهلال بتكون الكحكه سميكه من النص، وبتكون الكحكه سميكه من النص ورفيعه من الجوانب، لكن هنا في الكحك العادي انتي هتعملي الكحكه كلها مستوى واحد، والنقشه هتكون نقشه واحده. يعني اول خط زي ما هنشوف هنعمل الخط بتاعنا، اول خط يكون نحاول طبعا الخطوط كلها تكون على نفس المستوى، وتكون طبعا زي ما احنا شايفين الكحكة بتاعتنا تكون كلها خطوطها على نفس المستوى. بعد كده الخطوط التانية بتكون عكس اتجاهها على شكل ورقة الشجر، والشكل التالت هيكون عكس اتجاه الشكل التاني، وبتبقى الكحكة هنا النقشة بتاعتها نقشة مختلفة، وطبعا بيديها شكل جميل عند التقديم. هننقش مع بعض كذا واحدة من النقشة ديت، وطبعا هنشوف الشكل بتاعها شكل النهائي، شكل جميل وأفضل أنواع نقش الكحك العيد. ادي شكل الكحكة، بيكون شكلها جميل جدا، وهنا نقشنا كمية من كحك العيد، بجد احلى نقشة لكحك العيد. بعد كده طبعا هنشوف كحك العيد ده عند التقديم بيبقى شكله جميل جدا، وهو طبعا زي ما قلنا في الفيديو بتاعه بيكون على شكل هلال. عجينة كحك الهلال من افضل عجائن كحك العيد، وهتحبيها جدا وهتفضليها ان شاء الله في كحك العيد باذن الله. جربوها، هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف. كحكاية ناعمة وجميلة جدا، ودي كانت أول طريقة لنقش كحك العيد، وهي نقش كحك العيد على هيئة ورقة الشجر. أما تاني طريقة اللي هو الكحك العادي اللي احنا بنعمله، ولكن طبعا هنا لو هتستعملي الكحك بتاعك بكميات كبيرة هتستخدمي الطريقة التانية، وهي باستخدام الطابح. طبعا هنشكل العجين زي ما احنا متعودين، وطبعا هنحشيه. بعد كده هنبدأ نشكل الكحك بتاعنا بشكل الطابع، وطبعا أشكال الطوابع كتيرة جدا، وطبعا بتكون أشكالها مميزة في عمل كحك العيد، منها طابع الخشب ومنها الطابع اللي هنشوفه مع بعض. هنا هشكل العجين وهسيب لحضراتكم طريقة الكحك الناعم في صندوق الوصف، وبعد كده هنشوف طبعا هنشكل الكحك ازاي. هنا هناخد قطعة من العجين وهنحط فيها الحشو، وأحاول أقفلها كويس، وباستخدام الطابع وبطريقة سهلة جدا هطبع الشكل اللي أنا محتاجاه على الكحكة بتاعتي. وزي ما قلنا لو عاملة كمية كبيرة من الكحك دي أفضل طريقة، هتسهل عليك كتير في عمل الكحك بتاعك. طريقة جميلة وسهلة جدا في التشكيل، وطبعا بتخلي الكحك بتاعك كله شكل واحد، وكمان كله حجم واحد لو انت بتشكليه بطريقة معينة. هنا هنشكل زي ما احنا شايفين، هنشكل الكحكاية بتاعتنا، وكمان ممكن استخدام طبعا الطريقة ديت ممكن استخدام فيها طوابع الخشب او اي طوابع تانية بيكون شكلها مختلف عن الطابع ده، بتدي للكحك بتاعنا شكل جميل.
كده شكلنا كل كمية الكحك بتاعنا شكل كل واحد موحد وشكله جميل في التقديم، وإن شاء الله لو جربتي بإذن الله هيديكي شكل جميل مع التقديم. أما تالت طريقة بقى لنقش كحك العيد، وهي الطريقة اللي احنا متعودين عليها كلنا، إن احنا نقفل الكحكة بتاعتنا بالشكل ده ونحط فيها الحشو ونبدأ نعمل بالمنقاش. ولكن طريقة استخدام المنقاش، تحاولي ما تخليش طريقة استخدام المنقاش بشكل عشوائي، لأن طبعا لما بتعملي المنقاش بشكل جميل بيخلي الكحكة عند التقديم شكلها أفضل. هنا زي ما احنا شايفين هناخد الكحكة قطعة من العجين وهنحط فيها الحشو واضغط عليها ضغطة بسيطة جدا، وبعد كده اشكل. همسك بقى الجوانب بنفس الشكل وهبدأ احاول اعمل بالمنقاش يكون كلهم في مستوى واحد. بعد كده هاجي من النص وهعمل خطوط طولية. احاول طبعا ما اخليش المنقاش بتاعي يكون شكل عشوائي، لان طبعا زي ما قلنا بيبقى شكلها احلى في التقديم. هننقش مع بعض كذا واحدة بنفس الطريقة، طريقة جميلة وسهلة جدا للنقش، وكمان هنشوفها عند التقديم هتدي للكحكية بتاعتنا شكل جميل. هنا زي ما شفنا ضغطنا ضغطة بسيطة على العجين، وطبعا احاول ما ادخلش المنقاش لجوه عشان الحشو بتاعي ما يبانش، وهعمل خطوط من الجوانب وبعد كده هعمل من المنتصف. ودي شكل الكحكاية المعتادة اللي احنا متعودين عليها، ولكن طبعا النقشة هنا اخلي النقشة بتاعتي مش عشوائية، احاول طبعا اخليها متوازية. هنا هعمل النقشة بتاعتي من الجوانب واحاول اخليها خطوط واحدة، وبعد كده اعمل النقشة من المنتصف وطبعا اخلي الخطوط كلها متوازية. النقشة كده بتخلي الكحكة بتاعتي شكلها جميل عند التقديم وبيكون شكلها افضل. هعمل معاكم كذا واحدة بنفس الشكل وهنشوف بعد كده النقشة بتاعتنا اللي بعد كده. احنا هنا عملنا الصينية بتاعتنا، طبعا هنا زي ما احنا شايفين النقشة احاول عند نهاية كل نقشة ابدأ بنقشة جديدة، وطبعا احاول اخلي مستوى المنقاش بتاعي على مستوى واحد، بيدي شكل افضل للنقشة بتاعتي وبيخليها شكلها اجمل. طريقة عمل الكحك الدايب انا هسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف. عند نهاية كل نقشة أبدأ بنقشة جديدة بيخلي شكلها أفضل طبعا عند التقديم زي ما قلنا. ممكن تسيبي النقشة كده الكحكة بتاعتك كده، ولكن طبعا لو حبيتي تعملي نقشة من المنتصف هنا زي ما احنا شايفين هعمل خطوط طولية وأحاول طبعا أخلي الخطوط كلها متوازية. هنا دي شكل مختلف، لو انت حابة تعمليه ممكن هنا بيكون كل نقشة من المنتصف عكس النقشة التانية. وادي كده خلصنا كل الكمية. هنسيب الكحك بتاعنا طبعا يختمر، الكحك ده محطوط له خميرة وبيكنج باودر، هنسيبه شوية وبعد كده هنحطه في الفرن. اما اخر نقشة زي ما احنا شايفين وهي الكحكية العادية اللي احنا متعودين عليها، ولكن النقشة بتاعتنا هتكون نقشة مختلفة. زي ما احنا شايفين هنيجي من الجوانب وهنعمل الخطوط بتاعتنا خطوط طولية، واحاول برضو اخليها واحاول اخلي الخطوط بتاعتي تكون متوازية، وكمان هعمل النقشة بتاعتي من الداخل وعشان طبعا يكون شكل الكحكة بتاعتي افضل. شكل الكحك بتاعنا في طبق التقديم، النقشة واضحة جدا وجميلة وشكلها حلو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك واللايك.